اول حاجه كنتم راسي صابر ورزامان خو زماني جينا انفورماتيك. ثاني حاجه كنشكركم على تلبيه الدعوه. كنشكركم على استجابه الدعوه للجنه المقبله للاولمبياد منطقه الجنوب الدوره ديالو الثالثه اللي غيكون نهار 27 فبراير 2016. خلينا يومين باش يبدا هاد التظاهره الرياضيه اللي غتقام في المركب الرياضي الجامعي لجامعه بن الظهر في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. وكما هو معروف لدى جميع المدارس العليا في المغرب المدارس العليا للمهندسين والتجاره والتسيير. بالنسبة للرياضة الجامعية هي رياضة اللي حصلت على نتائج جد مشرفة في الآونة الأخيرة. تقريبا 10 سنين الأخيرة جامعة بن الظهر أكادير بجميع المكونات ديالها حصلت على نتائج مشرفة، مع العلم أن جامعة بن الظهر من بين الجامعات اللي ضاعت تخلقوا يعني باقي جداد شي شوية بالمقارنة مع باقي الجامعات المغربية. بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تكون عندهم تكوين نظري و يعني وتطبيقي، ولكن احنا كنشوفوا بأن أكبر بلاصة اللي يقدر يتعلم فيها الطالب هي من التي ياخذ على العاتق ديالو مسؤولية تنظيم مجموعة ديال التظاهرات. لاباش في هذيك التظاهرات كيكون عنده اكتسب مجموعة ديال المهارات. المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فورماسيون بيداغوجيك اللي هي مبنية على واحد مجموعة دروس وواحد برنامج لتكوين واحد المهندس مستقبلي إطاري إن شاء الله. إنما يعني بالموازاة مع هذا التكوين هذا بيداغوجيك ضروري من واحد الحوايج اللي كتكون لنا الشخصيه ديال الطالب هذا وكتعطيه واحد المتنفس اللي كيتحرك فيه من غير داك العلم. فكيكونوا بطبيعه الحال انشطه وهذا باب مفتوح في المدارس بحال هذا الشكل هذا، وبالخصوص يعني المدرسه ديالنا. فتحت لنا فرصه اننا نكريو جمعيه اللي هي واحد الارث اللي بقى عندنا من شحال هذه محافظين عليه، واحد الجمعيه الطلبه اللي كينضوا تحت منها واحد مجموعه اللجان واحد مجموعه ديال الكلوب اللي كيسهروا على تنظيم واحد مجموعه الانشطه اللي كتنفعهم في الكارير ديالهم. الهدف ديال هاد التظاهره اولا وقبل كل شيء هي متنفس للطلبه وملتقى. ملي كنقولوا ملتقى راه ديجا هذاك ملتقى ملي تيتلاقاو المهندسين من جميع انحاء ديال المغرب راه يعني وجهات النظر كتكون مختلفه ومجموعه ديال المعطيات اللي كتزاد يعني معلومات على المنطقه. كل واحد كيجيب معلومات يعني كيتم واحد التلقيح ديال المعلومات ما بين الطلبه المهندسين بيناتهم، وهذا راه شرف كبير للمساله اللي ما يمكنش نعطيوها لهم لسوء الحظ ما يمكنش نعطوها لهم في القسم الا ما خرجوش هما ليها وقلبوا عليها في بحال هاد التظاهرات وداروا كما تنسميو يديهم في العجين يعني يديهم في لا مان دو لاباط. ما يمكنش يكون عندهم واحد ليكسبيريونس، ما يمكنش يكون عندهم واحد التجربه. اذا هذا متنفس وفي نفس الوقت هو يتمم تكوين الاكاديمي اللي تيكون عندهم في الجامعه. إلا ما كانش تكوين يعني تطبيقي كان عاد تكوين الأكاديمي كتكون تيكون تكوين تيكون ناقص شي شوية. وتيظهر لي بأن باش يكون تكوين متكامل هذا هما يعني أنا كان يعني الرئيس ديال الجامعة ديجا راه كيحث على أن جميع المؤسسات الجامعية يكونوا الطلبة هما اللي مكلفين براسهم في وسط الجامعة. هذا جوج ديال الأهداف. الهدف الأول لو داش الجامعة ما يمكنش توجد بزاف ديال المؤطرين باش يأطروا هاد الطلبة، وفي نفس الوقت باش ديك الطلبة تيكون عندهم يعني واحد الميدان فين حتى هما تيبرزوا المهارات ديالهم وتيسهلوا من جهة
على الاداره باش ما يكونش عندها واحد اتعاب يعني واحد يعني لي ديبونس جالي دير لي شارج ما يكونوش كثار، وفي نفس الوقت تيكون كيقول لك من لحيته كنلقم ليه، يعني هو كيتكون وفي نفس الوقت يكون راسه.